ميداني، هناك تصعيد واضح في الساعات الأخيرة في مناطق جنوب قطاع غزة والتي لا يستثنى منها أيضا مناطق غزة وشمالها، ولكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي أعاد التركيز على هذه المناطق مرة أخرى. منذ قليل كان هناك غارتين في مناطق شرق محافظة رفح، تحديدا في منطقة حي السلام، ولكن لم يتكشف طبيعة هذا أو طبيعة هذه الغارات أو ماذا استهدفت بطبيعة الحال، ولكن هرعت سيارات الإسعاف إلى المناطق التي استهدفت منذ قليل عبر الطيران الحربي الإسرائيلي. إضافة على ذلك هناك عدد من القذائف التي أطلقت بكثافة في محافظة خان يونس وفي محيط مجمع ناصر الطبي، إضافة على وجود عدد من الضحايا على البوابة الرئيسية لهذا المجمع، ولكن لا يتمكن أحد حتى هذه اللحظة من الوصول حتى من داخل المجمع إلى هذه الضحايا بطبيعة الحال لكثافة النيران وكثافة إطلاق النار المستمر، سواء كان بالطائرات المسيرة أو بالطيران الحربي الإسرائيلي الذي يرافقه المدفعيات من حين إلى آخر. هذا كله بطبيعة الحال أدى إلى إلقاء الظلال بشكل واضح على الأوضاع الإنسانية التي تعاني هنا بشكل كبير للغاية في مناطق جنوب القطاع، خاصة في ظل عدد من التصريحات التي قام بها الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية لإسرائيل التي تعلقت بإمكانية أن يكون هناك عملية عسكرية برية في محافظة رفح، والتي هي كانت الوجهة الأخيرة حقيقة للفلسطينيين في هذه المنطقة. منذ قليل كان هناك عدد من البيانات التي أصدرتها صحف فلسطينية تحدثت بأن هذا في إطار الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل على الشارع الفلسطيني المتعلق بالضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل القبول بصفقة التبادل. إضافة على ذلك أيضا الجيش الإسرائيلي صرح منذ قليل الجانب المصري بأنه لن يكون هناك عملية عسكرية في رفح إلا بعد عملية نزوح قصري للمواطنين الموجودين في هذه المنطقة، وبالتالي التساؤل المهم هو إلى أين يمكن أن يذهب كل هذه الأعداد الموجودة في هذه المنطقة التي تعاني بطبيعة الحال من كل هذا التكدس ومن ظل وفي ظل نقص كافة المستلزمات الأساسية واليومية، وفي ظل ترقب واضح لعودة هؤلاء جميعا إلى مناطق سكنهم الأصلية سواء كان في محافظات غزة أو شمالها، وبالتالي هذا الترقب الآن يشوبه الكثير من الخوف في ظل إمكانية أن يكون هناك عملية برية في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك العديد من الأزمات التي يمر بها المواطن الفلسطيني في هذه النقطة، عدا عن الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أسبوع تقريبا وبكثافة في هذه المنطقة، وهناك العديد من الأزمات الأخرى المرتبطة بكيفية توفير الغذاء والمياه، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية، إضافة على عيشهم في خيام بلاستيكية لا تقيهم برد كل هذا الشتاء والأمطار خلال الأيام الأخيرة، وبالتالي الأزمات متعاقبة ومتراكمة ولا حلول حتى هذه اللحظة. قد تكفي أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في هذه البقعة الجغرافية.